أهلا وسهلا بكم وبارك الله بكم وبيض الله وجوهكم، وإحنا ممنونين منكم وباسم دولة الرئيس والقائد العام للقوات المسلحة رفعت رأس الجيش ونادي الجيش ورفعت رأس العراق. إحنا ممتنين من هذا الإنجاز الرائع باسم العراق. أتمنى باقي الألعاب والفرق الأخرى يحققون نفس إنجاز البطل هذا ويرفعون رأس العراق ورأس الجيش العراقي البطل، وتكون لمستكم واضحة في إنجازات الوزارة. فعاجز عن الشكر أمانة، شلون رعيتوا هذا البطل وخليتوا هذه الإنجازات تجي.